بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية، ونستكمل مع كتاب بيان ليغ كومبخوندر لتعلم اللغة الفرنسية. طبعا إذن كنا قد وصلنا إلى لا لاتر بي. إذن نستكمل مع هذه الصور التي عندنا هنا ومع هذه الكلمات. إذن نأخذ الصورة الأولى، نبخنو لا بخوميير إيماج. Qu'est-ce que c'est? Mada? C'est la pi. C'est la pi. C'est la pi. La pi est un oiseau. Et de notre clé, la pi ou à ta air. La pi est un oiseau. Et de notre coule. La pi. Est un. كما تنشوف هاد او ا اي تنطق او، ولكن ما يمكن ليناش نكتبو او، لان الا درنا او هنا غتولي عندنا كلمه اخرى، واش هي موجوده او غير موجوده باللغه الفرنسيه. لكن وازو او ا اي طبعا اللي تتعطي الصوت او، اذا طبعا هذه تتعني طائر. وازو اي تان وازو. اذا نتكلم على لابي est un oiseau. إذن la pie هي واحد الطائر. La pie هي واحد طائر. إذن نتكلم عن طائر من الطيور. إذن كما قلنا la pie. ثم عندنا la pipe. La pipe. La pipe. La pipe. طبعا إيش عندنا؟ عندنا la pipe et le pot. Et le pot. طبعا لوبو كما تلاحظوا هي هو هاد الاناء الصغير الذي توضع فيه، كما نلاحظ مكتوب عليه هنا طابا. طبعا كلمة طابا تكتب هذا الشكل. بصي في الاخر، اذا المقصود به تيبغ طابا. تنقول احنا طابا. اذا طبعا عندنا هنا لا بيب اي لوبو، نتكلم عن الإناء الذي يوضع فيه التيبغ، إذن يسمى لوبو. ممكن أن كلمة لوبو تعني إناء آخر غير الإناء الموجود هنا. إذن عندنا لا بيب، إذن نتكلم عن الأداة التي يوضع فيها التيبغ لتدخينه. طبعا نتكلم عن الأداة التي تملأ بالتيبغ من أجل تدخينه. ثم عندنا هذا الإناء الذي يوضع فيه التيبغ، طبعا كما كان قديما. وكما نعرف بأن التدخين أنه يضر بالصحة، لذلك يحرمه الإسلام. طبعا التبغ يخزن بهذا الإناء إلى وقت تدخينه في هذه الأداة. إذن عندنا لا بيب اي لو بو. ثم عندنا لو بابيون. لو بابيون كما تلاحظون عندنا كلمات لو بابيون بحال تتكتب بحال عندنا لو بابيلون. لو بابيلون طبعا هاد الدوزيل ما تتنطقش، وهذه كاينه حالات كثيره بحالها. طبعا هناك حالات اخرى مثلها ان هاد الدوزيل لا تنطق لكنها تعطي حاله كما لو انها ستنطق. نقول لو بابيون. لو بابيون كما تلاحظوا طبعا نكتب لو بي، هنا نضع دوزيل ثم او ان. لو بابيون. لو بابيون يون يون، اذا هذه تنطق يون. لو بابيون. كاينه واحد القضيه اخرى بحالها، كاينه واحد المساله اخرى بحالها، طبعا غنشوفوها فيما بعد. ملي تنتكلمو مثلا على لا فامي. لا فامي طبعا ما عندناش هاد او ان في الاخر، ولكن راه بحالها عندنا اي دوزال، وهنا بحال عندنا السكون. اذا نقول لا فامي، لا نقول لا فاميل، بل نقول لا فامي. عندنا هاد اي تنوركو عليها، ان هاد اي
هاد اي تيكون عليها الشده كما نقول، وبحال كاننا سننطق الياء هنا لا فامي، لا فامي هنا لو بابيون، اذا نتكلم عن الفراشه. طبعا كلمه الفراشه كما نلاحظ انها مذكره في اللغه الفرنسيه، اذا عندنا لو بابيون، ثم عندنا لو بير، لو بير، لو بير الاب، ثم كما راينا قبل قليل لا بوم، لا بوم، اذا نتكلم عن التفاحه، التفاحه. ثم عندنا لا بورت، لا بورت، اذا نتكلم عن الباب، لا بورت، الباب. ثم عندنا لا بيل، لا بيل، لا بيل، طبعا هاد دوزيل هنا تنطق لا بيل، اذا عندنا هنا لا بيل، لا بيل، بالدارجه نقول البالا. ثم عندنا كلمات تتضمن ب، اون ا دي مو كي كومبرين ب، با، بي، بو، بي. اذا نو برونو لا بروميير فراز، نو برونو لا بروميير فراز، ناخذ الجمله الاولى بيتي روني اي مالاد، بيتي، بيتي، طبعا هنا لا ننطق هذا الطي، لا نقول بيتيت الا في حاله الا ضفنا او. امتى يمكن لينا نضيف او هنا؟ اش من وقت يمكن لينا نضيف او مورا هاد الكلمه، من بعد هاد الكلمه اش من وقت؟ طبعا ملي تنتكلموا على المؤنث، طبعا عندنا هنا غوني كلمه مذكره، اذا بيتي غوني المقصود به غوني الصغير. اذا تكلمنا مثلا عن مينا الصغيره طبعا نضيف هنا، نقول بيتيت مينا، مثلا نقول مثلا بيتيت، اذا هنا نضيف مثلا مينا، اذا مينا الصغيره طبعا نضيف هنا. ولكن هنا تنتكلموا على غوني، طبعا غوني هو طفل، اذا طبعا هو مذكر، اذا طبعا نقول هنا بيتي، بيتي، هذا الطي ما تنطقش. لكن اذا تكلمنا عن بيتيت مينا، اذا اضفنا هنا هذا الطي تنطق. اذا كلمه بيتي تتضمن هاد ب، لو مو بيتي كومبرون ب، ثم بيتي روني اي مالاد، 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 بيتي روني اي مالاد. اذا روني الصغير هو كما نقول هو يكون مريض، يكون مريض، لان نتكلم هنا عن روني الصغير بانه كان مريضا، كان مريضا، بل هنا نتكلم عنه بانه الان يكون مريض. اذا طبعا هنا نستعمل اتر، لو فيرب اتر، اذا بيتي روني اي مالاد. ثم عندنا با، اذا نقول بابا، بابا، اذا طبعا كلمه بابا تتضمن با، لو مو بابا كومبرون با. ابخي هنا لا بات دو ميرو، لا بات دو ميرو، دو ميرو، اذا لا بات نتكلم عن قدم دو ميرو، قدم ميرو، طبعا قدم الكلب ميرو. ثم عندنا بي، بي، بي اي تنطق بي، بي اي سو برونونس بي، كوم كوا، كوم لو تابي، لو تابي، مثل كلمة لو تابي، تا، تا، لا نقول هنا تا، ما غنقراوهاش لو تابي، لو تابي، بل نقول لو تابي، طبعا حتى في النطق تأتي أحسن، إذا نقول لو تابي، طبعا لا تنطق هاد الاس كما ذكرنا. طبعا لو تابي المقصود بها الزربية أو السجاد. ثم لا بيب، لا بيب، لا بيب، فوالا سي لا بيب، لا بيب دو بابا، لا بيب دو بابا، إذا نتكلم عن هاد كما نتكلم عن سيجارة الأب، كما نتكلم عن سيجارة الأب، طبعا هنا نتكلم عن أداة يوضع فيها التيفر، وهنا نتكلم عن السيجارة بعينها. إذا هنا لا بيب دو بابا، إذا نتكلم عن الأداة التي يدخن بها الأب. طبعا في ثقافة الفرنسيين
الأب يدخن بشكل عادي. طبعا نحن نقلدهم في أشياء تضر بالصحة. إذن لا بيب دو بابا. إذن نتكلم عن لا بيب دو بابا. أبخي هنا بي أو لو بو. لو بو. فوالا سي لو بو. أبخي هنا لو روبو. لو روبو. طبعا هنا ما تنتكلموش على لو روبا. لو روبا يعني هي الوجبة. الفرق بين كلمة لو روبا اي لو روبو هو هاد او مع ا. هنا عندنا ا هنا عندنا او. طبعا لو روبو المقصود به الراحة. نتكلم مثلا عن ان جور دو روبو يوم راحة. ان جور دو روبو يوم راحة. يوم راحة ان جور دو روبو. اذا لو روبو المقصود به الراحة. ومنها مثلا فعل سو روبوزي يعني انك تستريح. اذا عندنا هنا ايضا بي. عندنا ايضا بي. بي بي مثلا كلمات لو بير. لو بير. اذا نتكلم عن لو بير دو 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 روني. اذا نتكلم عن لو بير دو روني. لو بير دو روني. اذا نتكلم عن اب. اب من؟ اب روني. اذا لو بير دو روني اي دو مينا. اذا نتكلم عن اب روني و لي مينا. اذا نتكلم عن اب روني و مينا. اذا هذا الاب هو خاص بروني وخاص بمينا. لو بير دو روني اي دو مينا. اذا هو الاب ديال روني وديال مينا وديال مينا. نستكمل في الفقرات القادمه. حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.